أنت خائفة جدا من فتح عينيك، تضعين يدك على جبينك فتشعرين بأن حرارتك طبيعية، تبدو كل مؤشراتك الحيوية مطمئنة، لكن عندما تفتحين عينيك ثانية تدركين أنه ليس مقلبا، كل ما حولك بالأبيض والأسود فعلا. تنظرين إلى سمكتك الذهبية وتدركين أنه ليس بمقدورك إطلاق هذا الاسم عليها بعد الآن. تحدقين في جسم على شكل سمكة يطفو في اللاشيء. أصبحت ديكورات شقتك الملونة مجرد أشكال ونقوش بالأبيض والأسود. ولكن مهلا، على الأقل بقيت تلك الأريكة المخططة بنقش الحمار الوحشي كما هي. تحاولين الآن معرفة ما يحدث وتدركين أن كل الألوان قد انمحت من العالم. يمكنك رؤية الأبيض والأسود لأنهما ليسا لونين في الواقع بل ظلال. إن رؤية كل شيء بالأبيض والأسود تعني في الأساس أنك ترين ظلال الألوان دون رؤية الألوان نفسها. تلقين نظرة إلى الخارج فترين الجميع مذعورين يتصادمون ببعضهم البعض. أصبحت القيادة بالتحديد أمرا بالغ الصعوبة مع اختفاء الألوان. فعند النظر إلى إشارة المرور على الشخص أن يفحص موضع الضوء الوامض لمعرفة إن كان عليه التوقف أم السير. ليست هذه حالة من عمل ألوان الجماعي، على عكس ما يظنه الناس عمل ألوان يعني عدم قدرة الشخص على رؤية مجموعة من الألوان. بالنسبة له قد تبدو البندورة برتقالية أو بدرجة لونية تختلف قليلا عن اللون الأحمر. ما يمر به الناس الآن هو عمى ألوان كلي، وهذه حالة نادرة تفرض على الشخص اللون الأسود والأبيض ودرجات اللون الرمادي فقط. يمكنك رؤية الخطوط المحددة للغيوم من فوقك، ولكنك تعجزين عن تحديد حالة الطقس لليوم. ترين السماء بلون رمادي فاتح فتظنين أن الجو سيكون لطيفا اليوم. الطيور مذعورة أيضا، فهي تعتمد على الرؤية للتنسيق فيما بينها وللعثور على الطعام. يمكنها رؤية الأشكال جيدا، لكن رصد الأشياء لن يكون سهلا بعد الآن. تعودين إلى شقتك وتنظرين إلى المرآة فترين نفسك بالأبيض والأسود أو بالأحرى بعدة درجات من اللون الرمادي. تتحققين من هاتفك فترين أن الجميع يطلبون المساعدة ويتساءلون عما حدث. اختفى العالم بنسخته التي نعرفها وأصبحنا نعيش جميعا في فيلم قديم بالأبيض والأسود. تواصلين تصفح وسائل التواصل الاجتماعي وترين أن هذا الموضوع هو الشغل الشاغل للجميع، مشاركات الجميع عن تأثير الحياة بالأسود والأبيض عليهم. أما عائلتك في باريس فلم يشعر أي أفرادها بجمال المدينة الرومانسية. أصبحت المقاهي الساحرة مملة المظهر، وحتى الكرواسون فقد جاذبيته. سيضطر أصدقاؤك الذين ينشرون بشكل دائم صورا لهم في الجزر الاستوائية مع أشجار جوز الهند والمياه الصافية والشواطئ الرملية البيضاء إلى إيجاد طريقة جديدة للحصول على الإعجابات. يبدو كل شيء الآن مملا وباهتا. تتلقين مكالمة من صديقك وهو على متن قطار يخبرك فيها أن الناس في حالة جنون، وأن هناك مكان يسعون إليه طلبا لتفسيرات من العلماء البارزين. تشغلين الأخبار وترين الفوضى في كل مكان من الطرق السريعة إلى القطاعات العامة. لا أحد يعلم ما يحدث بالضبط. المستشفيات مكتظة بالناس الذين يجهلون سبب إبصارهم بالأبيض والأسود، ويحاول العلماء على القنوات الإخبارية اكتشاف السبب لكن دون جدوى حتى الآن على الأقل. تتلقين اتصالا من المكتب يطلب منك عدم القدوم إلى العمل اليوم، وهذا من حسن حظك لأنك مصممة جرافيك وعملك معتمد كليا على الألوان. تخيلي أن تصممي شعارا لزبون من متجر للزهور باستخدام الأسود والأبيض والرمادي فقط. كنت تخططين لاستخدام اللون الأخضر لتمثيل الطبيعة، ولكن لم يعد هذا خيارا متاحا الآن. في الواقع ربما يمثل اللون الرمادي الطبيعة من الآن فصاعدا، وقد أحبطت جهودك في تصميم شعار مطعم الوجبات السريعة. لقد استخدمت الألوان الساطعة كالأحمر والأصفر لجذب انتباه الناس. كيف يمكنك إنشاء تصميم نابض بالحياة بالأسود والأبيض فقط؟ هذا ليس كل ما تأثر، فقد أصاب الخراب كل شيء. كل الجهد المبذول في تصميم شعار للبنك المحلي ذهب سدى. عادة ما يكون شعار البنك باللونين الأزرق والأبيض لارتباطهما بالثقة والتواصل، ولكن لن يتمكن أحد من الوثوق بالبنوك.
لن ترغب في فتح حساب مع أحد البنوك التي لديها شعار أو نظام لوني يبدو أنه ينتمي إلى سلسلة مطاعم للوجبات السريعة. لن تتمكن الآن من معرفة الفرق حتى. أصبحت الألوان جزءاً لا يتجزأ من الثقافات، وقد ترسخت في عقولنا منذ عدة قرون، فتجدنا نرتدي الأسود في الجنازات لإظهار الاحترام والتعازي، لكن لا يمكنك ارتداء فستان أبيض في حفل زفاف إلا إذا كنت العروس. اللون الأرجواني فضله الملوك منذ آلاف السنين وما زال يمثلهم حتى يومنا هذا، ولكن هناك أشياء أكثر أهمية يجب التركيز عليها عدا عن الشعارات. تطفئين التلفاز وتستقلين سيارتك وتغادرين، ولكن قبل الخروج تبحثين عن شيء لارتدائه. تفتحين خزانتك فترين قمصانا تتدرج ألوانها من الأسود إلى الأبيض. لا يمكنك تحديد القميص المطلوب، لكنك تمسكين بأي واحد منها وترتدينه. ربما سيبدو مظهرك مثيرا للسخرية لو كان بمقدور الناس رؤية الألوان. الطرق مزدحمة والناس يشدون شعرهم من العصبية ويحاولون معرفة ما يجري. القيادة بشكل طبيعي مستحيلة أيضا عندما لا يمكنك الرؤية إلا بدرجات اللون الرمادي، وهذا كله والساعة 12 ظهرا في ذروات النهار والازدحام. وماذا سيحدث عند غروب الشمس أو عندما يحل الليل؟ أنت في سباق مع الزمن، لكن الازدحام لا يطاق، وعلى المذياع تستمعين إلى الناس وهم يحاولون تفسير سبب حدوث هذا. يقول البعض أن الشمس أصبحت أضعف أو أن أعيننا لم تعد تستقبل الضوء بشكل صحيح. في كلتا الحالتين ليس هناك حل. بعد عدة ساعات يراودك شعور بالتعب. بدأت الشمس تغرب وأصبح الظلام حالكا أكثر. عندما كان الوقت في الظهيرة كان بإمكانك على الأقل رؤية بعض درجات اللون الرمادي، لكن محيطك الآن ظلام وسواد وعتمة. شخص ما يشغل الأضواء العالية لسيارته فتدخلين حالة من العمى. تغطين عينيك فورا وتعجزين عن إعادة فتحهما، فالضوء شديد السطوع. العالم بأسره في حالة من الإرباك. توقفت كل الأعمال بشكل فوري وأصبح الاستيراد والتصدير مستحيلا، لأن السفر جوا وبرا يشكل خطورة كبيرة الآن. بمجرد وصولك إلى وجهتك تجدين نفسك محاطة بآلاف الأشخاص الذين يحاولون فهم المشكلة، ولكن بلا فائدة. ليس لدى العباقرة من العلماء أي إجابة لأسئلتنا. بعد عام واحد. حسنا، يبدو أن البشرية قد تعودت تماما على رؤية كل شيء بالأبيض والأسود، وأصبح العالم أكثر هدوءا بهذا الشكل. لا تزال الأعمال التجارية في مرحلة التعافي من الصدمة، وعاد الناس إلى حياتهم اليومية من جديد. أما بالنسبة لك، حسنا، ما زلت تحتفظين بوظيفتك كمصممة جرافيك، لكن ينصب جل تركيزك الآن على الأشكال والأحجام بدلا من الألوان ودرجاتها. يسير العالم بشكل طبيعي نهارا، لكن لا أحد يخاطر بالخروج ليلا. أصبح الخروج لتناول العشاء وأنت ترتدين أفضل ملابسك شيئا من الماضي. آخر وقت يمكن لأي أحد الخروج فيه دون قلق هو السابق لغروب الشمس. لقد تكيف العالم مع النظام اللوني الجديد بالأسود والأبيض بوضع ملصقات على كل شيء. تضيء إشارات المرور الآن بأحرف كبيرة بكلمات اذهب وتوقف. صرت ترتدين النظارات طوال الوقت، والتي صممها بعض العلماء لمساعدة الناس على رؤية درجات الرمادي المختلفة بشكل أفضل ولحمايتهم من الضوء الساطع، لكنها للأسف لم ترجع للبشر طيف الألوان، مع أنها تلائم ستايلك الجديد. أنت في إجازة من العمل اليوم فتجلسين للاستماع إلى المذياع. وصلت صناعة السينما إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، لأن الأفلام عادت إلى ما كانت عليه في الخمسينيات. يفضل الناس الآن الاستماع إلى الموسيقى بدلا من مشاهدة شيء ما بالأبيض والأسود، تماما كحياتهم اليومية. لا يزال مذاق الطعام جيدا كما كان، ولكن تناول البرجر الرمادي مع ميلك شيك رمادي يسلب المتعة من الوجبة. صار من السهل جدا الخلط بين الملح والفلفل، والموضوع أصعب بأضعاف مضاعفة مع الملح والسكر. هذا مريع.